السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة طالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ معاكم الحل بوكلت كامل بقى لغاية شهر نص مارس زي ما الامتحانات هتيجي إن شاء الله. أول اختبار، اختبار رقم واحد، نمشي بالتتالي كده بإذن الله. أي العبارات التالية خطأ؟ نقرأ كده بالراحة. يتشابه الحيوان المنوي مع البويضة في عدد الصبغيات الجسدية، صح، لأن ده فيه 44 وده فيه ايه؟ 44. يتشابه الحيوان المنوي مع البويضة في عدد الصبغيات الجنسية، تمام. الحيوان المنوي والبويضة يحتويان على نصف عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية، لا طبعا ده اللي غلط. دال الحيوان المنوي والبويضة مسؤولان عن تحديد الجنسية، دي صح. يبقى انا عندي رقم واحد، رقم واحد هتبقى ايه؟ جيم. نمشي بالترتيب كده، ده البوكلت ايه؟ رقم واحد. طبعا لو انتوا لاحظتم او حد بص في امتحانات البوكلت، انا عندنا ارقام زوجية المقررة عنا في مارس، خلاص دي في الاحياء ارقام فردية، يعني رقم واحد بعدها رقم ايه؟ تلاتة. يبقى رقم تلاتة، في ذبابة الفاكهة يسود جين طول الاجنحة على جين قصر الاجنحة، ما الطرز المظهرية للاباء وفقا للطرز الجينية المبينة امامك؟ طبعا انا عندي جدول سهل جدا، والجداول دي اللي كنت بركز عليها في الشرح دايما. لو انا بصيت هنا، دي هتبقى ايه؟ المشيج المؤنث. هنا دبليو كابيتال، هنا دبليو كابيتال ودبليو كابيتال. يبقى نركز كده هنكتب ايه؟ يبقى هنا اهو هيبقى فيه ايه؟ دبليو كابيتال، واللي فوق خلاص دبليو كابيتال. المشيج المؤنث الثاني دبليو كابيتال وهنا دبليو سمول، يبقى هنا دبليو ايه؟ سمول. يبقى ده المشيج الايه؟ المؤنث. المشيج المذكر دبليو كابيتال دبليو ايه؟ سمول. يبقى الوقت هنا نستنتج، شوفوا ده الاب اهو، ده الاب اهو خلاص، وده ايه؟ الام. هنستنتج من هذا الكلام ايه؟ ان كلا الابوين طويل الاجنحه ايه؟ هجين. يبقى انا عندي رقم ثلاثة هتبقى ايه؟ كلا الابوين هيبقى ايه؟ هجين. يعني عندي رقم ايه؟ باء. نمشي بالترتيب كده، عرفنا جبناها ازاي؟ الجدول نفسه نبص عليه. خلاص؟ يبقى انا عندي دبليو كابيتال دبليو كابيتال، ها؟ اللي ناقص هنا ايه؟ دبليو كابيتال، هنا دبليو كابيتال ايه؟ يبقى واحدة قصاد واحدة، اللي باقي دبليو كابيتال. طب نيجي هنا كده، هنا وهنا دبليو كابيتال دبليو كابيتال، اللي باقي هنا ايه؟ دبليو سمول. يبقى المشيج المؤنث، المشيج المؤنث وده المشيج الايه؟ المذكر، ما هما دول الابوين. يبقى الطرز المظهريه للاباء هنقول ايه؟ كلا الابوين ايه؟ طويل الاجنحه ايه؟ هجين. يبقى ده ثلاثه، احنا قلنا الارقام الفرديه اللي معانا في شهر مارس في الاحياء. نيجي لرقم خمسه، رقم خمسة، يتحكم في وراثة مولدات التصاق عامل الرايزوس او الرايزيس او الرايزوس ار اتش، يعني من الجينات طبعا ثلاث ازواج بصريح العبارة عندنا في الكتاب، يعني ما فيهاش ايه تكات ولا اي حاجة، ده سؤال مباشر. نيجي رقم سبعة، رقم سبعة، يمكن تمييز العامل المميت السائد عن العامل المميت المتنحي بواسطة. لو فاكرين العامل المميت السائد، نفكر نفسنا كده، واي كابيتال واي كابيتال، ده اصفر نقي بيموت، ها مالناش دعوه بربع النسل بقى. نبص للتاني كده، واي كابيتال واي سمول منه اتنين، ها وينه واي سمول، واي سمول منه ايه؟ واحد. يبقى ده رمادي وهنا ايه؟ اصفر هجين، اصفر هجين. اما اصفر ايه؟ ده الجينات المميته السائده، نفهم يا جماعه جينات مميته سائده، ونشرحها بالتفصيل في الشرح وفي الايه؟ في الحلقات التأسيسية. طيب هنا نيجي، احنا قلنا جينات مميتة سائدة ايه؟ المتنحية، فاكرين سي كابيتال سي كابيتال سي كابيتال سي سمول سي سمول سي سمول، ده اللي بيذبل ويموت، خلاص دي نسبته واحد، مالناش دعوة بيها ما بنعدهاش. نعد هنا بقى، هنا اتنين، ها وهنا واحد، بس بنقول ايه؟ اخضر وخلاص، ما بنقولش اخضر نقي ونقولش اخضر ايه؟ هجين. ركزوا في اللفظ، لكن ما ينفعش اقول اصفر هجين واصفر ورمادي هجين ولا مش يعني هنا ايه؟ اتنين. يبقى سيبكم العدد ده، في اصفر هجين ورمادي، يبقى دول عددهم الطرز المظهري اللي ظاهر قدامي كام؟ اتنين. الطرز المظهري ظاهر قدامي ايه؟ واحد، اللي هو لونه اخضر وخلاص، سواء نقي او هجين بقى مش موضوع. خلاص يبقى الوقت عن طريق عدد الطرز المظهرية. يبقى أنا عندي رقم سبعة هتبقى إيه؟ باء. رقم سبعة هتبقى إيه؟ باء. نركز كده يا جماعة ونراجع، عشان دي نعتبر دي بقى الحاجات الإيه؟ النهائية في الأحياء معانا إن شاء الله هذا الترم.
خلاص نبدأ في 9. 9 المنظر اللي قدامي ده بيقول لي رقم 9 يمثل الطرز المقابل، يمثل الطرز المقابل. يا ترى مشيك مذكر ينتج عنه فرد طبيعي؟ لا، لان في زيادة في الكروموسوم ايه، اكس. مشيك مؤنث ينتج عنه فرد طبيعي؟ لا طبعا. لان لو مشيك مؤنث ينتج عنه فرد طبيعي كان عندنا ايه، واحدة بس. مشيك مذكر ينتج عنه ذكر كلاينفلتر؟ لا. مشيك مؤنث ينتج عنه ذكر كلاينفلتر؟ تمام. يبقى رقم 9 تبقى ايه ده؟ اشمعنى؟ لان احنا عارفين اللي ذكر كلاينفلتر عبارة عن 44 زائد اكس اكس واي. جت منين؟ 22 زائد اكس اكس، ادي البواي ده اللي بنشاور عليه. ركزوا كده، يعني اللفظ دقيق جدا شوية، يعني مشيك مذكر ممكن اتلخبط فيها. لا مش مشيك مذكر، لان الخلل في ذكر كلاينفلتر ده عبارة عن ايه الخلل؟ ان في بويضة هي اللي شاذة. يبقى البويضة شاذة؟ البويضة شاذة، لكن الحيوان المنوي طبيعي بس من نوع اكس، ولذلك نجمع كده من نوع واي، بس نجمع كده من نوع اكس ديت اللي هي الايه، الحالة اللي احنا بنقول عليها في ايه، شذوذ. خلاص يبقى الوقت هنا هوت التضاعف الجنسي، يعني 22 ايه زائد واي و22 زائد اكس اكس بتديني الايه، 47. يبقى انا عندي رقم 9 هتبقى ايه، رقم دال. ما تنفعش جيم؟ لا ما تنفعش جيم، هو ذكر كلاينفلتر في الاخر، ولكن هو مشيك مؤنث فعلا، ما فيش حرف الواي اللي هو صغير شويه. يبقى انا عندي الاجابه النموذجيه دال، يبقى رقم 9 هتبقى ايه، دال. نيجي على 11. 11 كيف تنتج الحالة الشاذة التي تحمل التركيب الصبغي اللي هو التضاعف الجنسي اللي لسه بنتكلم عليه الوقت ده، اسمه التضاعف ايه، الجنس. تضاعف جنسي بيجي منين؟ من حالة، الحالة اللي انا كنت عملتها وعملت عليها واي. يبقى انا عندي رقم 11 بينتج منين؟ من 22 زائد اكس اكس بويضة شاذة، بويضة شاذة. طب ايه اللي ناقص هنا؟ حيوان منوي طبيعي، حيوان منوي طبيعي بس من نوع ايه، اكس، يعني 22 زائد ايه، اكس. خلاص يبقى ده الحالة اللي عندي اللي بنسميها تضاعف ايه، الجنس. رقم 13 تقدم شخص فصيلة دمه ايه ليتبرع بدمه لجريح من نفس الفصيلة، يعني الجريح نفس الفصيلة، وبعد اختبارات مطابقة للفصيلتين رفض قبول دمه برغم نقائه من الامراض. ما عندوش امراض، ايه السبب؟ يبقى فيه اختلاف في حاجة معينة. يبقى رقم 13 دي مهمة، فيها تكة صغيرة، الاختلاف عندي في مين؟ في الار اتش. يبقى رقم 3 هنقول السبب، اختلاف الار اتش في كل منهما، اختلاف الار اتش في كل منهما، في كل منهما. يبقى دي رقم ايه؟ 13. نيجي 15. 15 دي مسألة وراثة عادية خالص وعملناها قبل كده بالمناسبة. ماذا يحدث في حالة تهجين ديك أندلسي أسود؟ اتفضل يا أستاذ، بلاك مع بلاك. يبقى ده ديك أندلسي، أندلسي أسود الريش مع دجاجة بيضاء الريش. دجاجة بيضاء، يا ترى أعمل بسمول بسمول؟ لا، دبليو كابتل، دبليو كابتل. إشمعنى؟ إحنا هنا في انعدام سيادة، قلنا الأحياء جميلة لما بتتفهم. يبقى هنا هوت ايه، دجاجة بيضاء، دجاجة بيضاء. نعملها مسألة وراثة، ده المذكر وده ايه، المؤنث. خلاص نجيب الامشاج، بيكابتل بيكابتل، ولازم نعمل علامة الايه، المشيج المذكر. هنا علامة الايه، المشيج المؤنث اللي هي الايه، الدجاجة. وزي ما قلنا تعودنا من اول السنة ان دايما على اليمين المذكر، مش عشان حاجة، عشان ما تلخبطش، عشان ابقى عارف ماشي ازاي. هنا البيرنس، هنا الايه، الجاميتس، الجاميتات. نيجي نشوف في حاله وسطيه هتطلع. خلاص يبقى عندي بي كابيتال دبليو، ده ايه، ريش، او كل الناتج هيبقى ازرق، ازرق الريش، يعني حاله وسطيه، حاله وسطيه. يبقى انا عندي هنا بيرنس جاميتس، ها اف 1 انا عملتها، تعملوها بجدول او خطوط ما فيش مشكلة. يبقى انا عندي ايه، بي دبليو
اللي هي الحالة الوسطية اللي هي بي كابيتال دبليو كابيتال ازرق الريش. لو جيت اعمل الجيل الثاني يبقى الوقت هنا ازرق الريش مع مين؟ مع ازرق الريش، مع ازرق الريش. ايه اللي هيحصل؟ بيرنت 2 بقى، خدوا بالكم دي 1 1. ها نعمل كده بي كابيتال دبليو كابيتال بي كابيتال دبليو كابيتال، دي المؤنث ودي ايه؟ المذكر. نمشي بالترتيب بقى، هنا جامد سهيات انا بعمل بسرعه ليه؟ لان عملناها بصراحه الفتره اللي فاتت اكتر من مره. نبدا كده نشتغل الجيل الثاني بسرعه، اهو الامشاج المذكره والامشاج المؤنثه بي كابيتال دبليو كابيتال بي كابيتال دبليو كابيتال. دي شكل الاب اسود الريش، هنا الصفه الوسطيه بي كابيتال دبليو كابيتال صفه وسطيه، هنا شكل الجده الكبرى اللي هو ابيض. يبقى ده ابيض، طلعت النسبه 1 إلى 2 إلى 1. ودي عملناها بسرعه لان خدناها كتير وعملتها كتير. خلاص بي كابيتال دبليو كابيتال، وهنا ايه؟ دبليو كابيتال دبليو كابيتال. ترجمه، ده الطرز الجيني. عشان لما يقول الطرز الجيني هو ايه؟ الطرز الجيني اللي هو التركيب الجيني اللي قدام. طب الطرز المظهري لازم الحاجات دي اعرف. الطرز المظهري ها عندي هنا ايه؟ اسود الريش، هنا ازرق الريش، وهنا ايه؟ ابيض الريش، ابيض الريش. يبقى دي كانت رقم كام؟ 15. اخر واحده النهارده في حلقه النهارده رقم 16، وبنعملها ببساطه وسهله جدا. ديت حاله من حالات مندل، بيقول لي قام احد المزارعين باجراء تلقيح. هذا التلقيح بين نباتين اصفر البذور والاخر ايه؟ اخضر. بدا يعمل لي واي كابيتال، واي كابيتال ده الاصفر طبعا ده نقي، مع مين؟ واي سمول، واي سمول. طب ليه انا عملت كده؟ لان النسبه لو انتم ملاحظين ان الجيل الاول طلع لي يعتبر النسبه اللي اعطاها لي اصفر طلع كله والاخضر طلع صفر، يبقى ديت قانون مندل الاول على طول. انا عرفت منين قانون مندل؟ ان الصفه او الصفه السائده هي اللي بتظهر بنسبه ايه؟ 100%. يبقى الوقت ده اصفر نقي وده ايه؟ اخضر نقي. يعني ايه اخضر نقي؟ صفه متنحيه. يلا البيرنس دي كده الجاميتس واي كابيتال واي كابيتال، ده الجيل الاول. ها تعالوا كده واي سمول واي سمول. جاميتس ها ده اعضاء التسكير او المشيج المذكر، وهنا المشيج الايه؟ المؤنث. بسرعه كده مذاكرين وشاطرين هتلاقوا القلم بيبقى اسرع من قلمي كمان. يبقى نركز كده واحنا بنشتغل، ما يهمناش الارقام اللي هو كاتبها. لغه الصفر ديت في الصفه المتنحيه، يعني ده فعلا قانون مندل الاول، ده المذكر اهو وده ايه؟ المؤنث. هنا واي كابيتال، هنا واي كابيتال، واي سمول، واي سمول. نسبه يا جماعه 100% كلها صفراء، اذا الاخضر ليس له وجود. ده قانون مندل ايه؟ الاول F1. يبقى تحقق هذا القانون ايه؟ يبقى دي F1. لما نيجي نعمل بقى الجيل الثاني بيطلع لي نسبه ايه؟ 3 لـ1. طب انا عرفت 3 لـ1 منين؟ نسبه ال 1500 ونسبه ايه؟ 492. يعني ايه؟ يعني حوالي 500. يعني دي معلش دي 3 اضعاف دي او قدها 3 مرات. يعني الجيل الثاني بسرعه اهو، ودي اخر حاجه النهارده ان شاء الله. واي كابيتال واي سمول بيرنس 2، هنا واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول. نشوف هنا المشيج المذكر والمشيج ايه؟ المؤنث. وبنقول جاميتس 2، ما ننساش الحاجات دي مطلوبه يعني لو جت حاجه مقاليه. وبالمناسبه نحاول نذاكر يعني تخير ونذاكر ايه؟ الحاجات اللي بنقولها دلوقتي اللي هي مسائل ان احنا نعرف نحلها كويس وباقتدار باذن الله. واي كابيتال واي سمول، نشوف الناتج كده. واي كابيتال واي كابيتال ادى الجد الاكبر اللي هو ايه؟ الاصفر النقي. قصادها بالظبط لو انتم ملاحظين واي سمول واي سمول ديت ايه؟ الاخضر. واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول اصفر ايه؟ هجين. يبقى نسبه الصفه اللي هي الخضراء الاخضر التل الربع. يعني نسبه ايه؟ عند واي كابيتال واي كابيتال الى واي كابيتال واي سمول الى اخضر. ركزوا كده، دي نسبتها 1، دي نسبتها 2، دي نسبتها ايه؟ 1. لو جمعنا الاثنين مع بعض دول 3 الى ايه؟ 1. النسبة دي بالظبط
لو انا حطيت 1500 هنا اعتبر قصادها ايه؟ 500 هنا، صح؟ خلاص، لان هقسم على دفع الواحد على دفع التلات، يبقى مقربة لبعضها، يبقى ده التفسير الوراثي اللي عندنا. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. ما ننساش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب مدينة دمياط الجديدة، وحييكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.